سر السعادة في الحياة سر خفي لا نراه، لا في الأمان سره، والناس لم تبلغ مدى، والناس لم تبلغ مدى. لو عايز تتخلص من همك وأحزانك ومشاكلك وآلامك يبقى لازم تاخد المفتاح ده. لو عايز تكفر عن سيئاتك وتزيد في حسناتك وترفع من درجاتك وتجاوب دعواتك يبقى لازم تاخد المفتاح ده. لو عايز عمرك يطول ورزقك يكتر وتعيش سعيد ومستقر في الدنيا والآخرة يبقى لازم تاخد المفتاح ده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك أي وصى وحكم وأمر. طب ربنا سبحانه وتعالى وصى وحكم وأمر بإيه في الآية؟ بحاجتين، أمر الله تبارك وتعالى بالتوحيد بأن لا نعبد إلا إياه، والأمر الثاني متعلق ببر الوالدين. فأول حق لله تبارك وتعالى على عباده هو حق التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وأول حق للعباد على العباد هو حق الوالدين، فيجب أن تقدم حق أبيك وحق أمك على كل حق. لماذا أمر الله تبارك وتعالى؟ قال أو الوالدين إحسانا. ما المراد بالإحسان في هذه الآية؟ إيه هو الإحسان؟ كيف تحسن لأبيك وكيف تحسن لأمك؟ البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. فبر الوالدين يكون بالكلام الطيب، يكون بالمعاملة الحسنة، يكون بالعطاء. كتير من الناس بيظن ان البر هو العطاء فقط، يعني يقول لك انا بساعد ابويا وبساعد امي واللي نفسهم فيه بجيبه لهم، نفسهم في احسن اكل في احسن فاكهه بجيب لهم اللي هم عايزينه. البر مش متعلق بالعطاء فقط، لا، البر متعلق ايضا والاحسان متعلق ايضا بتحمل الاساءه، وده اللي كتير جدا من الناس ما بيقدرش يعمله. يعني لما ابوه وامه بيكونوا بيعاملوه كويس بيعاملهم كويس وبيحسن اليهم، لكن المشكله لما ابوه او امه يسيء اليه او يرى ان ابوه وامه قصروا في حقه او فضلوا اخواته عليه او منعوه من شيء كان هو نفسه فيه، فبيظن ان معنى ان ابوه حرمه او لم يعطيه حقه ان ليه الحق ان يرد على ابوه ويرد على امه أو ليه الحق أن يتطاول عليهم لأنهم قصروا في حقه. وده كلام خطأ، لأن الإحسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به لازم يكون بالعطاء وبتحمل الإساءة والأذى من الأبوين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني حتى لو أبوك وأمك أذوك لدرجة أن هم أرادوا أن يدخلوك في الكفر أو في المعصية، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تسمعش كلامه، لكن في نفس الوقت لا تؤذيه، في نفس الوقت لا تتطاول عليه. يبقى أبوك بيأمرك بالمعصية ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تأذيش أبوك، لا تتطاول على أبيك، لا تتطاول على أمك، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه إلى دين الله تبارك وتعالى وأبوه رفض ولم يقبل بل سب إبراهيم عليه السلام وطرده وتوعده بالرجم،
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شاف الأسلوب اللي أبو إبراهيم بيكلم إبراهيم عليه السلام بيه؟ مع إن إبراهيم عليه السلام بيأمره بالخير، بيأمره بالطاعة، يدعوه إلى التوحيد، ومع ذلك كان رد أبوه إهانة وسب وشت وطرد. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام بكل أدب رد على أبيه بقوله سلام عليك سأستغفر لك ربي. أشوف لما إبراهيم عليه السلام بيكلم أباه بهذه الطريقة، فأنت فكيف بأبيك وأمك؟ يعني أنت إذا كان أبوه كان مشركا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إذا كان بيكلم رجل مشرك ومع ذلك يكلمه بهذا الأدب، فكيف وأنت تكلم أباك وأبوك رجل مسلم ورجل مصلي أو أمك ست مسلمة ومصلية؟ حتى وإن كان عنده بعض التقصير، حتى لو كان مقصرا، مش من حقك إنك تتكلم معاه بالأسلوب ده، عيب عليك، عيب عليك إن أنت تتطاول على أبيك أو تتطاول على أمك لمجرد إن أنت خلاص كبرت وحسيت إن أنت استغنيت عنه. ما تنساش إن هو صاحب الفضل عليك بعد الله تبارك وتعالى، ما تنساش إن لحم كتافك من خير، اوعى تكون ناكر للجميل. أبوك ده اللي كان بينزل في عز البرد وفي عز المطر يروح شغله علشان خاطر يجيب لك، لا يوفر لك الأكل والشرب. أبوك ده اللي كان بيتحمل مشقة العمل وألم العمل عشان خاطر يوفر لك مصاريف الدراسة، كان ممكن يفضل قاعد سنتين ثلاثة ما يشتريش لنفسه هدوم جديدة، في حين إنه في كل عيد بيشتري لك هدوم جديدة، في حين إنه كان بيستلف عشان يجيب لك هدوم جديدة وهو بيفضل بهدومه زي ما هي. أبوك ده اللي ممكن يكون شقيان في الشغل بتاعه ويكون مديره ظلمه ويكون حد بيأذيه في الشغل، ومع ذلك مش قادر يسيب الشغل اللي هو فيه، اللي حاسس فيه بالإهانة، مش قادر يسيبه عشان خاطرك وعشان خاطرك، عشان يعرف يجهزك عشان تبقى زيك زي صاحباتك. وعيب عليك لما تتطاولي على أبيك أو على أمك لمجرد إن أنت خرجت من البيت وتزوجت وصرت أما ولك بيت. عيب لما تقولي لأبوك مثلا انت مالكش حكم عليا دلوقتي، انت مالكش كلمه عليا، انت بتتكلم وانت بتصرف عليا، انت بتصرف عليا عشان تتكلم معايا، انا ليا جوزي هو اللي بيصرف عليا، هذا لا يليق ابدا ولا يجوز، هذا حرام. امك اللي تحملت مشقه الحمل، امك اللي تحملت مشقه الحمل وهن على وهن، تعب ومشقه رهيبه والم الولاده وبعد كده الرضاع، وكانت بتسهر طول الليل علشان راحتك، هي التي كانت تقوم على حاجاتك. فإياك تنسى الكلام ده كله، إياك تنسى فضل الناس ده عليك. ما هي ثمرات بر الوالدين؟ بر الوالدين ليه ثمرات كتيرة جدا. أول ثمرة من هذه الثمرات إن الله تبارك وتعالى يحبك ويرضى عنك. لما ربنا سبحانه وتعالى يحبك ويرضى عنك حياتك هتبقى عاملة ازاي؟ بالله عليك هل ستحيا حياة تعيسة ورب العالمين يحبك؟ ده انت لو اي انسان له سلطان ولا له جاه ونفوذ واموال احبك سيجعل حياتك في سعادة، فكيف اذا احبك ملك الدنيا والاخرة؟ فكيف اذا احبك ملك الملوك رب العالمين؟ تفتح لك ابواب الخير كلها. ربنا سبحانه وتعالى سيحبك ويرضى عنك، وذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل البر من أعظم الأعمال ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وعن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين في المنزلة التالية بعد ثاني أعظم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة. فالركن الأول هو التوحيد ثم بعد ذلك الصلاة. كذلك جمع الله تبارك وتعالى بين التوحيد وبين البر.
قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يبقى توحيد وبر. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، توحيد وبر. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، أيضا توحيد وبر. فالله تبارك وتعالى يجمع بين التوحيد وبين البر، وده بيدل على أن البر له فضل عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى به، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر الله تبارك وتعالى وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك من العقوق، بل قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين العقوق وبين الكفر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال: الإشراك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: عقوق الوالدين. فقرن بين العقوق وبين الشرك لخطورة عقوق الوالدين، بل جعل الله تبارك وتعالى رضاه من رضا الوالدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. يعني أسرع الطرق التي توصلك إلى الجنة هو برك لأبيك وأمك، أسرع الطرق اللي تدخلك الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة إن واحد يدرك أبوه وأمه وما يدخلش الجنة بسببهم، هذا إنسان خاسر بكل المقاييس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخلاه الجنة. عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة. رغم أنفه يعني لصقت أنفه بالرغام، يعني بالتراب، وهذه كناية عن الذلة والإهانة والمهانة، دي كناية عن الإهانة والذلة. حتى احنا في كلامنا العادي لما يجي حد عايز يعني ايه يذل واحد يقول ايه: انا احط انفه في التراب، احط مناخيره في التراب، ان دي فيها اهانه ومذلة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا الانسان اللي معرفش يستثمر هذه النعمه العظيمه، ان يكون عنده ابوه وامه، لا سيما عند الكبر، وخص النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، وكذلك الله تبارك وتعالى ذكر الكبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الحالة دي هي وقت خطاف الثمرة. الأب في حال قوته وفي حال شبابه، وكذلك الأم، لا يحتاجان إلى ابنهما ولا إلى ابنتهما، عندهم الحمد لله الصحة والعافية، وعنده الطاقة والقوة بيتحرك، فمش محتاج لابنه. لكن حينما يكبر الوالد وتبدأ الأمراض تدب في جسده ويحتاج لعكاز يتكئ عليه، يبقى المفترض أن يكون العكاز الذي يتكئ عليه هو ابنه أو بنته. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى يلفت انتباهنا للاهتمام بالوالد والوالدة، للاهتمام بالأب والأم في هذه الحالة، أن دي حالة الضعف، وقت قطف الثمرة. أبوك وأمك ربياك سنوات طوال يسقون هذه البذرة حتى كبرت، فجاء وقت الحصاد، إن أنت تعينهم وتساعدهم، وكذلك أنت تعيني أباك وتعيني أمك. إما يبلغن عندك الكبر، عندك في رعايتك، في مسؤولياتك، في بيتك، في مكانك، في بلدك، مش في دار المسنين، مش في الشوارع، مش في الطرقات، مش عند الجيران ولا عند الأقارب، عندك أنت. خلي بالك إن الجزاء من جنس العمل. لو أنت أحسنت إلى أبيك وأمك، لو بريت أبوك وأمك ابنك هيبرك. المعاملة اللي هتعامل بها أبوك وأمك ابنك هيعاملك بيها، بنتك هتعاملك بيها. أنا عايز أوريك فيديو يلخص لك مسألة البر. شوف أنت الراجل ده بيجيب الحذاء لأبيه، ابنه جاب له الحذاء في نفس الوقت اللي هو بر فيه أباه، بره ابنه. في رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله الغزو، أراد أن يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألك أم؟ قال: نعم.
قال فالزمها فإن الجنة تحت قدمها. من ثمرات البر أن تكون مستجاب الدعوة. مش أنت نفسك ربنا يستجيب دعوتك؟ نفسك تكون زي الصحابة اللي كانوا مستجاب الدعوة؟ الأمر ميسر، إذا كنت بارا بوالديك كنت مستجاب الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل من التابعين سيأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل اسمه أويس بن عامر القرني من اليمن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من يلقى منهم أويسا هذا يطلب من أويس أنه يستغفر له، يدعو الله له بالمغفرة. ليه؟ لأن أويس كان مستجاب الدعوة، بل كان إذا أقسم على الله أبره، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بتأتيه أمداد اليمن كان دائما يسأل عن هذا الرجل، يقول أفيكم أويس؟ فلما عمر رضي الله عنه التقى بأويس قال له استغفر لي، ثم ذكر لأويس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي أعظم صفة كانت مميزة في أويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كان به برص فشفاه الله منه إلا موضع درهم، وله أم هو بها بار لو أقسم على الله لأبره. كانت أعظم صفة في هذا الرجل وأعظم عمل له ذكره النبي صلى الله عليه وسلم به. زي إيه كمان؟ فاكر حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار لما وقعت صخرة من الجبل وقفلت عليهم الغار وخلاص، قالوا إن هم هيموتوا، بالنسبة لهم الغار ده كأنه قبر، في حد ينقذهم ولا في أي وسيلة يستطيعوا من خلالها هم يخرجوا من الغار ده. حاولوا وأخذوا يعني يدفعوا في الصخرة ويزقوا في الصخرة عشان تفتح الغار، مفيش فايدة. طب كان إيه الحل الوحيد؟ الحل الوحيد إن كل واحد منهم قال إحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى بأخلص الأعمال التي عملناها لله. واحد منهم دعا ربنا سبحانه وتعالى ببره لوالديه، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وانفرجت الصخرة قليلا. كان السبب اللي نجى الرجل ده بره لوالديه. عايز ربنا سبحانه وتعالى يطول عمرك ويوسع في رزقك، بر والديك، من ثمرات البر طول العمر وسعة الرزق، سواء كان طول العمر على الحقيقة أو طول العمر بالبركة في العمر، إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك، تعمل حاجات كتيرة جدا في عمر قليل غيرك ما يقدرش يعمله في عمره الطويل، يبقى لك إنتاج، يبقى لك موروث عند الناس، يبقى لك حصيلة كبيرة جدا من الحسنات ومن الخير ومن الأعمال التي تذكر بها حتى بعد موتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبقى لو صلة الرحم بتطول العمر، لو صلة الرحم بتزيد في الرزق، يبقى بر الوالدين أولى، لأن أولى الناس بالصلة هم أبوك وأمك. فالبر ثمراته كثيرة جدا، يكفي أن تحيا حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. يبقى أنت لو خدت المفتاح ده وبرت أبوك وأمك، اعرف ان انت هتعيش حياة سعيدة، حياة كريمة، الناس هتعاملك احسن معاملة، اولادك هيبروك زي ما انت بريت ابوك وامك، هتذكر بالخير بين الناس، هتعيش في استقرار وطمأنينة وراحة نفسية وراحة بال. ربنا سبحانه وتعالى هيبارك في رزقك، هيبارك في عملك، هيبارك في اولادك، هيبارك لك في كل شيء. احذر العقوق، العقوق كبيرة من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع لرحمه. هتحرم من الجنة بسبب قطيعتك لأبيك وأمك. هتفضل لغاية إمتى مقاطع أبوك وأمك؟ علشان إيه؟ عشان أمر حقير من أمور الدنيا؟ عشان إيه تقاطع أبوك؟ عشان إيه تقاطع أمك؟ الدنيا أهون من ذلك، وأقل عند الله تبارك وتعالى من ذلك، وأحقر عند الله تبارك وتعالى من ذلك. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا فيها شربة ماء.
فأحسن إلى أبيك وأحسن إلى أمك وإياك من العقوق. وخلي بالك إن عقوبة العقوق مش في الآخرة بس، في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الذنوب التي يعاقب عليها صاحبها في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة البغي وقطيعة الرحم. وعقوق الوالدين من أعظم القطيعة، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قاطع الرحم لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا. وبعض أهل العلم قال أن المقصود بالصرف هو الفرض والعدل النافلة. لو أنت كنت قصرت في حق أبوك وأمك أنت تقدر تستدرك الكلام ده من الآن دلوقتي. أخرج إلى أبيك وأمك وأصلح ما كان بينكما. إذا كنت عرفت دلوقتي إن البر هيكون سبب في سعادتك ورفع الشقاء اللي أنت فيه في الدنيا، ليه ما بتبرش؟ أسرع في البر وأسرع في الخير. حتى لو كنت عاق تستطيع أنك تستدرك هذا العمل، تستطيع أنك تتوب، تستطيع أنك ترجع لربنا سبحانه وتعالى، وتستطيع أنك تبر أباك وأمك. هتقول لي طب افترض أن أبويا كان مات أو أمي ماتت وأنا قصرت في حقهم أعمل إيه؟ ده أبويا ميت وهو بيدعي علي. أبشر، لسه عندك فرصة، تستطيع أن تبر أباك وأمك حتى بعد الموت. طيب إزاي الواحد يبر أبوه وأمه في الحياة أو بعد الموت؟ الإحسان بالكلمة الطيبة، بمساعدتهما حسيا ومعنويا ماديا ونفسيا. تساعد أبوك وأمك بالمال وتساعدهم بالكلام الطيب اللي يشعرهم إن هم لسه ليهم قيمة في الحياة، مش خلاص كبروا في السن يعني خلاص يتركنوا على جنب، مش كبروا في السن يعني لا قيمة لهما، لا، إن هم لسه ليهم قيمة، وإن أبوك أو أمك كلامهم فيه حكمة، وإن أنت بتستمع لكلامهم حتى بعد ما كبرت في السن، حتى بعدما صرت رجلا أو صرت امرأة، إن لسه أبوك كلمته لها قدر عندك، وإنت لسه بتحترمه وتبين له ذلك وتبين الكلام ده قدام الناس كلها. أبوك أول ما يدخل أمام الناس تقوم وتقبل إيد أبوك وتقبل إيد أمك. بعد الموت إزاي تبر أبوك وأمك بعد ما يموتوا؟ الصلاة عليهما، الدعاء لهما، تكثر من الدعاء، الله تبارك وتعالى يقبل هذا الدعاء ويرفع أباك وأمك أعلى الدرجات بسبب استغفارك لهما. في بعض الأحاديث أن رجلا رفعه الله تبارك وتعالى في درجات فقال بماذا هذا يا رب؟ قال باستغفار ولدك لك. كذلك تبر أبوك وأمك بقضاء الدين عنهما. لو مات أبوك وعليه صوم أو أمك عليها صوم صم عنهما. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. تكفر عنهما الكفارات، كفارة اليمين أي كفارة، تحج عنهما، تعتمر عنهما، تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، تكرم صديقهما. شوف أبوك وأمك كانوا بيحبوا مين من الناس، وبر الناس دول بعد موت أبوك وأمك تكون أنت كده بر بأبيك وأمك. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى عربيا يمشي على الأرض، وعبد الله بن عمر كان يركب على حمار، فنزل عبد الله وأركب هذا الرجل الأعرابي وأعطاه عمامته. فالجماعة اللي مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه استغربوا، قالوا لماذا فعلت هذا الأمر؟ وانتوا عارفين عبد الله بن عمر كان علما كبيرا وإماما في العلم. فقالوا انت عملت كده ليه؟ ده راجل أعرابي، كان يكفيك انك تديله بس العمامة، ولا كان يكفيك انك تديله أي صدقة ولا أي حاجة كان يفرح بيها، لكن تديله العمامة بتاعتك وتركبه كمان على حمارك. قال إن هذا الرجل كان يحبه عمر. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه فعل هذا الإحسان مع هذا الرجل لأن أباه كان يحب هذا الرجل. فياريت بعد ما تكون سمعت هذه الحلقة تاخد بالمفتاح ده وتروح لأبوك وأمك وتلاقيهم بالكلمة الطيبة، تلاقيهم بالابتسامة الجميلة، تلاقيهم بالخير،
تلاقيهم لاقيهم بالكلمة الحلوة، بالحب مزين بالبسمة، بالقلب الدافي لاقيهم برقة وحنية حاكيهم. بالكلمة الحلوة، بالحب مزين بالبسمة، بالقلب الدافي لاقيهم برقة وحنية حاكيهم. هن بركة هالايام، هن شمعات الاحلام، هن بركة هالايام، هالايام هن شمعات الاحلام. هو بيك هو باي، هي امك هي امي، هو بيك هي امي. لا 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 هن الماضي وكل سنينه، تاريخ بيروي حكايات، مفتاح الدنيا عارفينه، سر الفرحة بهالحياة. هن الماضي وكل سنينه، تاريخ بيروي حكايات، مفتاح الدنيا عارفينه، سر الفرحة بهالحياة. هن بركة هالايام، هن شمعات الاحلام، هن بركة هالايام، هن شمعات الاحلام. هو بيك هو بي، هي امك هي امي، هو بيك هي امي. لا 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 لا